مرحبا بيكم. اليوم هو يوم البيتي فور، كلنا بنحبه والكل بدور على وصفات ناجحة للبيتي فور. اليوم أنا عملت أكثر من شكل بعجينة واحدة، عملت البيتي فور الفانيلا هي بشكل وردة، وعملنا الشكل التقليدي بالماكينة كلياتنا ونحن صغار أكيد جربناه، وعملت كمان على طعم الكاكاو أو الشوكولات وحشيته بكريمة اللوتس، طعم كتير خرافي بتمنى تجربوه. وزينت هون كمان بالشوكولات شيبس، وعملت هون كمان تزيين خفيف بالشوكولاتة، وهون عملت هون فينجرز أو أصابع، يعني أشكال مختلفة من عجينة واحدة كتير طيبة. وبتمنى إنكم دايما تتابعوا كل الوصفات على قناتي لحتى تتعرفوا كيف عملناها. أهلا وسهلا فيكم.